Donald Trump is his name. He's their state. As unlikely as possible is now reality. America, powerful. We will win, win, win. السيدات والسادة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم بالمنطق، تاتيكم دائما على شاشة القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. في اليوم التالي لعملية التصويت في الانتخابات الأمريكية، بدأ الديمقراطيون في عملية تقييم لما جرى في هذه الانتخابات بعد هزيمة كمال هاريس المدوية أمام دونالد ترامب. خصوصا ان نائبه الرئيس لم تفشل فقط في ان تصبح اول امراه تقود الولايات المتحده بل تعرضت لهزيمه ساحقه وقاسيه الحقها بها الرئيس السابق مش كده وبس ده كمان تجاوز فوز الجمهوريين هذا الحد ليشمل فوزهم في الكونجرس وان هم استعادوا السيطره على مجلس الشيوخ الى حد كبير باغلبيه فقط توقعات حتى الجمهوريين ويمكن التعليقات الأولى اللي صدرت بعد الفوز الكبير لترامب ألقت باللوم أولا على الرئيس جو بايدن وفي مسؤول كبير في حملة هارس آه قال أنه بايدن يتحمل الكثير من اللوم لأنه لم ينسحب قبل الانتخابات التمهيدية للحزب ولم يفي بوعده بألا يترشح لفترة رئاسية ثانية قيادة في الحزب الديمقراطي شايفين أنه كان المفروض على بايدن أنه ينسحب قبل الانتخابات التمهيدية علشان يتيح المجال لمنافسة قوية داخل الحزب تؤدي إلى اختيار مرشح يقوم بحملة انتخابية فعالة لكنه بقي في السباق واضطر للخروج قبل ثلاثة أشهر فقط من يوم الانتخابات وهو ما حرم هارس من الوقت الكافي للقيام بحملة انتخابية ناجحة وكالة رويترز للأنباء قالت أنه بعد انسحاب بايدن الدرامي قبل أشهر فقط من يوم الانتخابات جمعت هارس حملتها وانطلقت بأقصى قوة كما لو كانت طائرة يتم بناؤها أثناء الطيران مبالغة طبعا بس يعني هي رويترز قالت كده وقالت برضو أنها قدرت تدخل السباق وتثير موجة من الحماس وتحطم أرقام قياسية في جمع التبرعات لأنها جمعت مليار دولار في أقل من ثلاثة أشهر كمان حظيت بتأييد مشاهير كما هي العادة يعني مع الحزب الديمقراطي على رأسهم النجمة تيلور سويفت والممثل وحاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيجر حملة هاريس فشلت في نهاية المطاف في التغلب على مخاوف الناخبين العميقة بشأن التضخم والهجرة ودول الموضوعين أو القضيتين اللي أظهرت استطلاعات الرأي إن هم يصبوا في صالح ترامب المواطن الأمريكي مواطن يعني بيسعى لمصلحته وحكاية الأمور الاجتماعية وال يعني القضايا اللي الديمقراطيين شاغلين بالهم بيها في الوقت الحالي حاجات تصلح ل يعني مواد لتويتر ومواد للسوشيال ميديا وخلافات ما بين طبقه تقريبا منفصله بشكل نهائي عن العالم ولكنها لا تصلح للوفاء بمتطلبات وبمخاوف او بتغطيه مخاوف الناخب الامريكي. هارس ايضا كافحت لمواجهه اتجاه اخر في عهد ترامب وهو سيل من المعلومات المضلله غير المسبوقه في الانتخابات الامريكيه الحديثه وده من خلال نشر كميه هائله من المغالطات والاكاذيب حول سجلها الشخصي. وتضخمت هذه الاكاذيب على مواقع الانترنت ووسائل الاعلام اليمينيه بما في ذلك نظريات المؤامره حول قضايا تتراوح من جرائم المهاجرين الى تزوير الانتخابات. نتيجه هذه الانتخابات شكلت مصدر قلق كبير للديمقراطيين وهذا ما يجب. واعتبروا أنه دي مش مجرد خسارة في الصندوق ده مؤشر على أنه الحزب منفصل للغاية عن الطبقات العاملة وده صحيح وأنه الحزب لم يستخلص الدروس من فشله الأول ضد ترامب أمام هيلاري خلال انتخابات 2016 وده كمان صحيح وكشفت استطلاعات التعامل أثناء الخروج من مركز الاختراع هذه الاستطلاعات أجراها مركز أديسون للأبحاث أنه الرئيس المنتخب فاز بأصوات 56% من الأشخاص الذين لا يحملون شهادات جامعية مقابل 42% صوتوا لهارس ودي زيادة بنسبة 6 نقاط بالنسبة لدونالد ترامب مقارنة مع نتائج عام 2020 الخبراء حللوا هذه النتائج وقالوا أن دونالد ترامب نجح في إقناع جزء كبير من البيض من طبقة العمال إلى جانب عدد متزايد من اللاتينز والمواطنين من اصل افريقي والعرب بانه هو راجل فاهم مخاوفهم بشكل افضل وانه هو هدفه توفير حياه افضل وتوفير فرص عمل وتجاوز ازمه التضخم اللي كانت السمه الرئيسيه ونقطه الضعف الرئيسيه خلال الاربع سنوات اللي تولى فيها بايدن الحكم وطبعا الى جواره كمال هاريس اللي بتتحمل جزء من المسؤوليه هذه السنوات الاربعه شهدت ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية نتيجة طبعا لوباء الكورونا والحرب الروسية الأوكرانية الناخبين اعتبروا أيضا هارس مسؤول عن هذا التضخم اللي أدى إلى تراجع مستويات المعيشة لأنه بايدن باختصار لم يكن يحكم منفردا يعني دي كانت نائبته فهي مسؤولة عن هذه الفترة مسؤولة عن نتائج هذه الفترة علشان كده العديد من العمال من الشبان خصوصا اعتبروا أنه رسالة ترامب في شأن الرسوم الجمركية وخفض الضرائب رسالة جذابة جدا واختاروا تأييد الرئيس الجمهوري السابق هارس كانت لديها أولويات أخرى في حملتها اللي أنا قلت أنها تصلح مواد للسوشيال ميديا أولوياتها كانت تركز على قضايا المرأة خصيصا وهي كانت واثقة بشكل شبه نهائي أنه تأييد المرأة لها فيما يتعلق بقضايا الإجهاض وغيره هي يعني ضمن المكسب 100% على خلفية هذا التأييد وهي ماسكه في القضايا الثقافيه والقضايا الاجتماعيه بعيدا عن المحور الاهم وهو دعم الطبقه العامله وخفض التضخم. ولكن مع كل هذه المعايب وكل هذه النقائص وكل هذه النقاط الضعف يعني كانت نتائج استطلاعات الراي تشير قبل الانتخابات تشير لتقارب المنافسه بين ترامب وهاريس خصوصا في الولايات المتارجحه وما فيش استطلاع واحد توقع انه هارس تخسر بفارق كبير في التصويت عايز أقول لحضرتك إنه كان في حادث كبير ربما هو السبب في أن يخرج التصويت بهذا الشكل أو أحد الأسباب الحادث هو إعصار هيلن في أواخر سبتمبر ده كان واحد من أعنف العواصف التي ضربت الولايات المتحدة في الخمسين سنة اللي فاتوا العاصفة دي حولت التركيز من الرسائل الانتخابية لحملة هاريس إلى أنها توجه نظر الناخبين الأمريكيين إلى طريقة تعامل إدارة بايدن وهارس طبعًا مع هذه الكارثة. وقتها ترامب طبعًا استغل الموقف وشن هجومه وانتقد استجاب استجابة الإدارة الديمقراطية للكارثة وربطها بقضيته الأقوى اللي هي الهجرة. ومع ارتفاع عدد الضحايا وتدمير مساحات شاسعة من ولاية نورث كارولاينا انتشرت شائعات وإدعاءات بإنه هاريس أنفقت أموال مساعدات الكوارث على إسكان المهاجرين غير الشرعيين، ضربة في مقتل. وبالتالي هذه الكارثه اودت بحياه اكثر من 200 شخص كانت بمثابه تحول في السباق. المعلومات المضلله حول استجابه الاداره الديمقراطيه اكتسبت زخما كبيرا بين الناخبين اللي كانوا بيتعرضوا لشائعات بتقول ان الحكومه تتستر على الوفيات وانها صادرت التبرعات الخيريه وانها حولت اموال الكوارث لمساعده المهاجرين وبالتالي هارس أه واجهت صعوبة في التعامل مع هذه الشائعات بجانب صعوبة أكبر في إقناع الناس بخطتها الاقتصادية وبكيفية معالجة ارتفاع الأسعار اللي هي أساسا سبب فيها والخبراء شايفين أنه على الرغم من التعافي الاقتصادي بعد جائحة عالمية كبرى جائحة كوفيد أه معظم الأمريكيين لم يشعروا بأنهم ما تقدموا اقتصاديا وحملة هاريس لم تقدم أه ما يكفي لشرح كيفية مساعدة سياستها للطبقة المتوسطة كان في إغفال تام للطبقة المتوسطة والطبقة العاملة أو على الأقل لم تجد هذه الرسالة صدى لدى الكثير من الناخبين شافوا بعينهم الأداء الاقتصادي الكارثي لهارس وهي تحت جناح بايدن علشان كده أغلبية الناخبين قالوا إن هم بيثقوا في قدرة على التعامل مع الاقتصاد بشكل أفضل هم شافوا كده عمليا كمان يعني هم حضروا فترة الرئاسة بتاعت دونالد ترامب الاولانيه وكان فيها صعود اقتصادي الناخبين اللي حددوا الاقتصاد بان هو شاغلهم الرئيسي صوتوا لصالح ترامب بنسبه 79% مقابل 20% الهارس وطبعا 1% مستقلين او اصوات باطله ثبت ايضا انه الاقتصاد يشكل مصدر قلق اكبر بكثير بين الناخبين من الامور الاخرى التي انشغلت بها هارس زي حقوق الانجاب الاستطلاعات بتقول انه 31% من الناخبين شايفين انه الاقتصاد اكثر اهميه في تحديد اتجاه التصويت مقارنه ب 14% فقط ذكروا مساله الاجهاض. في النهايه خلونا نقول انه الرئيس المنتخب دونالد ترامب اظهر قدرته على تحدي قوانين الجاذبيه الطبيعيه. اثبت انه بالفعل كما يقول دائما رجل المرحله. وان هو الوريث السياسي الحقيقي في هذه المرحله كما كان ريجن في فترته وكما كان ال بوش في فترتهم. دونالد ترامب نجح في تجاوز نقاط ضعف يعني نقاط ضعف قد كده كان من المفترض ان هي تنهي الحياه السياسيه لاي شخص على هذا الكوكب. الراجل ده عنده اربع لوائح اتهام جنائيه عنده ثلاث دعاوى قضائيه مكلفه جدا عنده ادانه في 34 تهمه جنائيه الراجل ده حول هذه النقاط حول نقاط الضعف دي حول الملاحقة القضائية إلى مزايا تنافسية في السباق الرئاسي حول نفسه آه إلى شهيد وإلى مستهدف اليوم اللي تمت فيه إدانته الجنائية حملته الانتخابية استقبلت 100 مليون دولار من التبرعات تأييد علامة تأييد تبرعات دي صور وهو بينزف من ودنه بعد محاولة اغتيال آه فاشلة ودنه الثانية آه كانت رمز لحملته الانتخابية لدرجه انه قال في خطاب النصر في الانتخابات لقد انقذ الله حياتي لسبب ما وسوف ننجز هذه المهمه معا. الجملتين دول من اخطر ما يمكن يميزهم اليمين يميزهم اقصى اليمين جدا جدا لان ده كلام كان بيستخدمه ادولف هتلر بعد ما تعرض لمحاولات الاغتيال وكان بيوحي للجميع ان هو يحظى بحمايه سماويه خاصه وانه ده دليل على انه من حقه ان هو يقدم ما يرى من السياسات ان الرجل يعني محمي من فوق. المهمه بقى بتاعت ترامب اللي اتكلم عنها ايه تفاصيلها؟ ده العالم هيكتشفه خلال السنوات الاربع القادمه. اصداء فوز دونالد ترامب سمعت في عواصم كثيره جدا حول العالم سلبا وايجابا اوروبا مرعوبه من مستقبل العلاقات الامريكيه الاوروبيه حلفاء الولايات المتحده في الشرق الاقصى مرعوبين من التحولات المتوقعه لأن الراجل معلن عن اجندته السوداء من قبل ما يجي وبرضه عامل حاله هلع لخصوم السياسيين في الداخل اللي اطلق عليهم لقب اعداء الداخل ويعني رفع رايه من التحدي ويبدو بشكل واضح ان هو يعني ناوي يكمل في اجندته اللي بداها في ولايته الاولى ولكن بشكل اكثر عدائيه واكثر حماسا يعني ومع اعلان وفوزه في الانتخابات الرئاسيه الامريكيه اكدت الخارجيه الصينيه واحده طبعا من القوى المستهدفه بسياسات ترامب الصين اعلنت ان هي مستعده لتعايش سلمي مع الولايات المتحده ومعنى التعايش هنا ان الصين ستواصل المنافسه في المجال الاقتصادي وتتجنب الوصول الى صدام سياسي او عسكري يعني العالم هيعيش اربع سنين من التنافس المرير بين اعظم قوتين بخصوص التجاره والتكنولوجيا خصوصا أن الصين بتتوقع انه ترامب يعمل على تنفيذ تعهداته ويقوم بتسريع عمليات السياسات الحمائيه والعقوبات الاقتصاديه وانه الراجل يعني كما اعلن هيرفع التعريفه الجمركيه بتاعه الواردات الامريكيه بنسبه 20%. ده بالتاكيد قد يكون له انعكاس سلبي على الاقتصاد الصيني اللي بيعتمد بشكل رئيسي على الصادرات بين قوسين الصادرات الى الولايات المتحده. ترامب وعد بفرض رسوم جمركيه بقى فيما يخص الصين 60% على كل الواردات بتاعه الولايات المتحده من المنتجات الصينيه الخطوه دي ستكون مدعومه من الحزب الجمهوري طبعا اللي هو يحظى باغلبيه في مجلس الشيوخ هيديله السماح هناك اجماع ايضا بين قيادات الحزب الجمهوري على مركزيه التهديد الصيني للهيمنه الامريكيه والمصالح الاقتصاديه بشكل عام في ظل النمو المضطرد للاقتصاد الصيني اللي اصبح ينافس الاقتصاد الامريكي داخل الولايات المتحده نفسها. على فكره الكلام ده لا يخص الجمهوريين لوحدهم، الديمقراطيين ايضا خلال فتره بايدن واصلوا سياسات دونالد ترامب العدائيه تجاه الصين، رغم ان ده مش اتجاه الديمقراطيين اساسا هم اللي احتضنوا هذه العلاقات حتى توحشت الصين ولكن عندما بدأ ترامب التوجيه في هذا الاتجاه اداره بايدن كملت والديمقراطيين مكملين فده موضوع اصطلحت عليه الولايات المتحده كلها ديمقراطيين وجمهوريين انه هناك حرب تجاريه اقتصاديه مع الصين مستمره. علشان كده اول تعليق من الصين صدر من شي السفير الصيني لدى واشنطن وقال انه لا يوجد فائزون في حروب الرسوم الجمركيه او الحروب التجاريه والراجل عنده حق بصراحه وقال انه لا يوجد فائزين في الحروب المتعلقه بالعلوم والتكنولوجيا او الصناعات. الرئيس الصيني شي جين بينج اصدر بيانا هنأ فيه دونالد ترامب، طبعا مساله بروتوكوليه يعني، هنأه فيه على انتخابه رئيسا للولايات المتحده ودعا الى تعزيز الحوار والتواصل بين البلدين وقال انه التاريخ اظهر انه الصين والولايات المتحده تستفيدان من التعاون وتخسران من المواجهه. ولكن المراقبين شايفين انه بالتاكيد الصين عندها خطه بديله للتعامل مع ترامب في الاربع سنوات القادمه والخطه دي تعتمد على انه السياسات الانعزاليه ونهج امريكا اولا هي سياسات ستؤثر بالتاكيد على شركاء ترامب وتخلف فراغ اقتصادي وتجاري كبير بمعنى بمعنى الولايات المتحده تحت اداره ترامب بصوا انا هحكي لكم الحكايه من الاول امريكا شكلين من اشكال السياسه اما انه يبقى في تعدديه ويبقى في على راس السلطه في الولايات المتحده اداره ترى انه الولايات المتحده مسؤوله عن العالم وعليها دور او واجب ان هي تتدخل في امن وسياسات العالم بشكل كبير ده جهه تعدديه وفي جهه اخرى انعزاليه الجهه الانعزاليه دي بتقول ان احنا ملناش دعوه احنا مصالحنا اولا ونفكر في نفسنا اولا لما بيبقى فيه الانعزاليين دول موجودين في السلطه بتبقى هامش العلاقات والمصالح ما بين الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي اللي هم اكبر شريكين تجاريين في العالم كله بيبقى فيه اضطراب هذا الاضطراب كما ترى الصين سيؤدي الى فراغ والفراغ ده ستعمل الصين على استغلاله لتوسيع نفوذها العالمي في مجالات التجاره والتكنولوجيا يعني من المرجح ان تعزز الصين علاقتها مع دول الجنوب العالمي مع الدول الناميه ومع اوروبا اللي هي هتتاثر بالانعزاليه الامريكيه ومع جنوب شرق اسيا كلنا تابعنا التقارب والتفاهمات اللي تمت بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمه بريكس الاخيره وكمان كان في تواصل بشكل مبدئي للصين مع الاداره اليابانيه الجديده بعد سنوات طويله من العلاقات المتوتره بين البلدين وبالتالي الصين بتتحرك بالفعل بتعمل خطتها البديله بالفعل علشان تخلق فرص جديده لتوسيع نفوذها حتى لو كان ذلك على حساب التحركات اللي بيعملها دونالد ترامب لتحقيق المصلحه الامريكيه. وكاله بلومبرج قالت انه عوده الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى البيت الابيض من الممكن ان تؤدي الى تصاعد حاد في التوترات التجاريه بين الولايات المتحده والصين وبينها وبين الاتحاد الاوروبي. لأن ترامب تعهد أيضا بفرض تعريفات جمركية جديدة تصل إلى 20% على الواردات الأوروبية وده هيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي كله ويزيد من التحديات التجارية خصوصا بالنسبة لأوروبا الوكالة قالت أيضا إنه هذه الإجراءات قد تلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الصيني في حين ستجد أوروبا نفسها مضطرة لتعزيز استقلاليتها الاقتصادية لمواجهة التغيرات القادمة في السياسه الامريكيه. تقرير بلومبرج ذكر ايضا انه خطط ترامب لفرض تعريفات جمركيه تصل الى 60% على المنتجات الصينيه قد تؤدي لتدمير التجاره البينيه بين البلدين وانه فرض الرسوم بهذا المعدل سيؤدي الى خفض النمو الاقتصادي السنوي في الصين الى اكثر من النصف ودي كارثه عالميه. ايضا بلومبرج شايفه انه الصين هيبقى عندها استراتيجيه ردع للتعامل مع سياسه ترامب وممكن ترد على التعريفات الجمركيه الامريكيه عن طريق استهداف السلع الزراعيه الامريكيه على وجه التحديد او عن طريق ان هي تفرض قيود على تصدير المواد الخام اللي بتحتاجها الولايات المتحده للتكنولوجيا الاستراتيجيه. كمان الصين لم تنتظر لحين تنصيب ترامب وبدات في اجراءات اقتصاديه لدعم صادراتها، منها مثلا انها خفضت سعر العمله الى مستوى لم يسجل منذ اواخر 2023 وده معناه انه البنك المركزي الصيني بيسمح بإضعاف العملة وده إجراء بتتخذ الدول المصدرة لتقليل تأثير القرارات من نوعية القرار اللي هيتخذه ترامب بخصوص زيادة التعريفات الجمركية إضعاف العملة عمدا دي طريقة علشان تعزز بيها قدرة الصادرات بتاعتك على المنافسة في الخارج خصوصا أنه في شركات أمريكية قررت بالفعل انها تحول انتاجها خارج الصين لاكثر من الشركات الموجوده دلوقتي لانه الشركات دي اللي مقرها الولايات المتحده تعتمد على المصانع الصينيه لانه المصانع الصينيه قادره على انتاج السلع بتكلفه اقل ولكن مع فرض تعريفه جمركيه جديده تصل الى 60% ده معناه انه تكلفه الانتاج والتصدير هتبقى مرتفعه جدا وتبقى الصين فقدت الميزه النسبيه ليها في التصنيع والإنتاج والتصدير بسعر تنافسي داخل الأسواق الأمريكية. علشان كده تايوان كمان قررت إنها تسرع من عملية نقل مصانعها اللي بتنتج رقائق إلى خارج الصين. خلي بالك أنه تايوان هي المنتج الأكبر في العالم للرقائق وأشباه الموصلات، يعني ده قرار مهم جداً وثقيل فيما يتعلق بالتكنولوجيا. كيو جي هوي وزير الاقتصاد التايواني قال إنه أي رسوم جمركية يفرضها دونالد ترامب على الصين ستؤثر بشكل كبير للغايه على الشركات التايوانيه التي تصنع في الصين وان السلطات التايوانيه ستقدم المساعده في اقرب وقت ممكن للشركات التايوانيه لنقل قواعد انتاجها من الصين وقال كمان انه في خطه طوارئ بما في ذلك مساعده المزيد من شركات سلاسل التوريد على الانتقال الى الولايات المتحده بالتاكيد كلنا فاكرين حرب الرقائق اللي اطلقها ترامب خلال ولايته الاولى ضد الصين وفرض رسوم جمركيه باهظه على البضائع الصينيه ردا على ممارسات غير عادله من وجهه نظره من جانب بكين منها على سبيل المثال سرقه التقنيات الامريكيه والتلاعب بالعمله الصينيه وعلشان كده من المرجح ان الحرب دي تشتعل مره اخرى او تزداد عنفا من خلال تشديد القيود المفروضة على شركات التكنولوجيا الصينية في قطاعات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والاتصالات وربما تعمل إدارة ترامب على توجيه ضربات مؤثرة لشركات التكنولوجيا الصينية ومنها احتمال فرض عقوبات على بعض حلفاء واشنطن إذا أفرطوا في استخدام التكنولوجيا الصينية لكن برضو الصين تعلمت الدرس من الولاية الأولى لترامب وكثفت جهودها في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وبقت معتمدة على نفسها بشكل كبير من خلال مبادرات التمويل والخطط الاستراتيجية التي تضع بكين على الطريق لتصبح رائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030 وما تبقاش معتمدة على التكنولوجيا الواردة لها من أوروبا ولد تحجبها الولايات المتحدة في حرب الرقائق اللي كلمت عنها ده مش بس توجه حكومي في الصين هناك أيضا دعم ومسانده من المؤسسات والشركات الرائده في مجال الذكاء الاصطناعي زي بايدو وتنسنت وعلي بابا، هذه الشركات اصبحت بمثابه نقاط جذب للمواهب العالميه في مجال الذكاء الاصطناعي وده ساهم بدفع الصين في مجال الاي اي وتطوير نماذج متقدمه في مجالات زي معالجه اللغه والتعرف على الصور وانظمه التوصيه، الصين اصلا متقدمه في مساله التعرف على الصور ده من زمان جدا. كمان خلينا نقول انه بالرغم من انه وجهه نظر ترامب اللي بتقول انه الرسوم الجمركيه دي ضريبه على الصين ولكنها في الواقع ايضا ضريبه على المستهلك الامريكي. ما هو انت لما تفرض ضرائب على البضائع المستورده من الصين وانت دوله بتستورد من الصين قد كده ما انت هترفع على الاسعار على المستهلك الامريكي وهتزود معدل التضخم. التقديرات بتقول انه فرض تعريفات جمركيه بنسبه 60% على البضائع الصينيه اضافه الى تعريفات جمركيه اخرى طبعا زي اللي هيفرضها على الواردات من اوروبا واللي بيهدد ترامب بان هو يفرضها على عدد من دول العالم ايضا سيدفع الاسعار في الولايات المتحده الى الارتفاع بنسبه حوالي 4% بحلول موعد انتخابات عام 2028. في كل الاحوال التنافس الاقتصادي بين الولايات المتحده والصين هو في الاساس تنافس قائم ومستمر سواء في عهد ترامب او غير ترامب قبل ترامب وبعده وخلال الفتره الديمقراطيه وفي كل وقت لانه تنافس استراتيجي لانه تنافس رئيسي لانه تنافس ما بين قوتين عظميين مش تنافس اقتصادي بس لانه تنافس في الاساس سياسي ومرتبط بتوزيع نصيب القوى الدوليه من الاقتصاد العالمي هي مش مساله تجاره ومين فينا يكسب دلوقتي هي مساله مين فينا الاكبر مين فينا الاهم صحيح لحد دلوقتي لسه الولايات المتحده يعني ما زالت هي المهيمنه على حصه الاسد لكن ده مش هيستمر كتير. وفقا لتقديرات حجم الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050 سيبلغ نصيب الصين من الاقتصاد العالمي حوالي 23% متجاوزه الولايات المتحده ب 1% ده معناه انه اي صعود اقتصادي للصين يمثل خصما من هيمنه الولايات المتحده الامريكيه الاقتصاديه على العالم. لن يكون العدوان الإسرائيلي الحالي على لبنان الخطر الوحيد الذي يواجهه الشعب اللبناني هذا العدوان ستكون له تبعات مستقبلية منها ربما يكون على رأسها مشكلة الذخائر غير المنفلقة بفعل لجوء إسرائيل المتكرر إلى استخدام القنابل العنقودية المحرمة دوليا في نطاق استهدافها لمناطق عدة في جنوب لبنان والبقاع والضحية الجنوبية في بيروت فضلا عن الالغام آه التي يتركها الجيش الاسرائيلي بعد انسحابه من المناطق التي آه يدخل اليها بريا. الذخائر غير المنفلقه هي الذخائر اللي ما انفجرتش او آه انفجرت بشكل جزئي ولكنها ما زالت آه خطرا على المدنيين والقنابل العنقوديه هي قنابل آه على هيئه برميليه تطلق من الجو من الطائرات. وبتتفك على هيئه عشرات مئات الاف الـ الـ الوحدات اللي كل واحده منها بتنفجر لوحدها ومن الطبيعي ان القنبله العنقوديه بينزل منها عدد من الـ الـ القنابل الصغيره بينفجر منها حوالي 30% والباقي بيفضل علشان يبقى كوارث مستقبليه. لذلك هناك مخاوف كبيره من سقوط مئات الضحايا المدنيين نتيجه لانتشار هذه الذخائر في اماكن مختلفه وصعوبه حصول لبنان على خرائط نشرها سواء القنابل العنقوديه غير المنفلقه او آه الالغام ومحدش هيديها الخرائط ولا مناطق توزيعها علشان تفككها لو حاول تفككها. آه زي ما قلت القنبله العنقوديه خزان آه في مجموعه من القنابل صغيره الحجم تسقطه الطائرات الحربيه وينفجر آه عدد منها قبل ملامسه الارض وعدد منها عند ملامسه الاهداف والباقي بيتحول الى الغام وافخاخ للافراد عشان كده هذه الاسلحه محرمه دوليا لان هي بعد الحروب بتحدث ضرر عشوائي بالمدنيين يعني القنابل العنقوديه مش محرمه لانها قنابل عنقوديه هي بتستخدم في مواجهه المدرعات في كل الحروب عادي بس المشكله ان هي بعد الحرب القنابل غير الذخائر غير المنفلقات تتحول الى كوارث وقنابل في انتظار مدنيين بتقتلهم عشوائيا وهم ملهمش دعوه بالصراع. يمكن اللي بيحصل دلوقتي بيعيد للذاكره ما حدث في حرب يوليو 2006 عندما القى الجيش الاسرائيلي حوالي 4.6 مليون قنبله عنقوديه ولوث 37 كيلو مربع من الاراضي اللبنانيه احتاجت الى اعوام لمعالجتها من خلال اطلاق برنامج تعاونت فيه الأمم المتحدة والجيش اللبناني والدول الصديقة ولبنان استغرق الأمر منها 15 سنة من أجل تنظيف مناطق الجنوب والبقاع الغربي من هذه القنابل. ده غير كمان استخدام جيش الاحتلال لليورانيوم المنضب في لبنان لأنه القنابل الخارقة للدروع بيوضع في مقدمتها أحيانا يورانيوم منضب مش غير مشع يعني علشان يساهم في خرق التحصينات والدروع، طبعا معروف انه اليورانيوم نوعين، نوع مشع بيستخدم في صنع الاسلحه النوويه او في صنع المحطات النوويه، ويورانيوم غير مشع او منضب الماده اللي نزعت منها الاشعاعات او انتهى منها الاشعاع. اليورانيوم المنضب بيستخدم في انتاج الاسلحه لتقويه الرؤوس الخارقه وتعزيز القدره على اختراق الدروع. لكن برضه هو صحيح منضب ولكنه ليس خاليا على الاطلاق من اشعاع لانه الاصطدام الشديد بيؤدي الى تحويل بعض الجزيئات الى يورينيوم مشع مره ثانيه. وبينتج عنها اشعه الفا وبيتا وجاما ويمكن ان تشكل خطرا على حياه البشر وسلامه البيئه. يورينيوم المنضب بيستخدم في القذائف لانه معدن ثقيل جدا، اثقل من الرصاص. وعندما ينفجر يتسبب بش يعني في تشكيل غيوم مشبعه باكسيد اليورانيوم واللي من الممكن ان تنتشر في جسم الانسان من خلال التنفس نقابه الكيميائيين في لبنان اكدت في بيان لها أن اسرائيل استخدمت بالفعل قنابل تحتوي على اليورانيوم المنضب في غاراتها على لبنان واضافت ان استخدام هذه الانواع من الاسلحه المحرمه دوليا وخصوصا في العاصمه بيروت المكتظه بالسكان يؤدي الى دمار هائل كما أن غبارها يتسبب بالعديد من الأمراض خصوصا عند استنشاقه ودعت المجتمع الدولي إلى وقف العدوان على لبنان ووقف استخدام القنابل المحرمة دوليا والحقيقة أن الأزمة مش بس في لبنان الأزمة الأكبر في قطاع غزة الأمم المتحدة قدرت الذخائر غير المنفلقة في غزة بحوالي 7500 طن متناثرة في أنحاء القطاع وقالت أنه إزالتها قد تستغرق 14 سنة وذكرت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في تقريرها أن القاعدة الأساسية التي يعتمدها خبراء المتفجرات هي انه 10% من الذخائر لا تنفجر عند الاصطدام. المخاطر اللي بتواجه المدنيين في لبنان مش بس الذخائر غير المنفلقة في كمان استخدام دولة الاحتلال لسلاح الفوسفور الأبيض الممنوع استخدامه في الأماكن السكنية. واللي بتستمر مخاطره فترات طويله ناهيك عن تسمم الاراضي الزراعيه والمياه الجوفيه والانهار وتلوث الهواء والتربه بفعل هذه المواد الكيميائيه السامه شديده السميه. كمان الفسفور الابيض ده بيسبب حروق مؤلمه جدا قد تكون من الدرجه الثانيه الى الدرجه الثالثه خصوصا انه بيذوب بسهوله في الدهون السطحيه للجلد وقد يمتص مباشرة عبر الجلد ومن ثم ينتشر في باقي الجسد بحيث أنه هو يلحق أضرار حارقة خطيرة في الكلى والكبد والقلب ويمكن أن يؤدي للوفاة بسهولة قنابل الفسفور بطبيعتها بتنفجر في الجو يطلق نظام الإشعال حمولة الفسفور الأبيض إلى خارج القنبلة فتنتشر الحمولة ويتفاعل الفسفور بسرعة مع الأكسجين الموجود في الهواء ويبدأ في الاحتراق بشدة بينتج عندها سحابة كثيفة من الدخان والجزيئات المشتعلة بتمطر على مساحة من الأرض تبلغ عدة مئات من الأمطار المربعة وبتحدث دمار هائل عند ملامستها لأي مواد قابلة للاحتراق ومنها طبعا أجساد البشر والمركبات والنبات والحيوان وكل شيء بالإضافة إلى الخصائص الحارقة للفسفور هو كمان بينتج دخان أبيض كثيف عادة ما يستخدم لأغراض تكتيكية زي خلق ال... الستائر التكتيكيه لحجب الرؤيه. وبالتالي يمكن فهم لماذا يكون هذا السلاح محرم دوليا لانه اداه عمياء، اداه لا تميز بين الاهداف. والاثار الناتجه عن هذه القنابل لن تفرق بين عسكريين لهم دور في الصراع ومدنيين لا ذنب لهم على الاطلاق، ولا نساء ولا اطفال ولا رجال ولا اي حاجه، ده اسمه الاستهداف العشوائي. ده بالفعل اللي بيحصل في غزه. في منظمات حقوقية كشفت أنه في نوفمبر 2023 جيش الاحتلال شن أكثر من ألف قصفة مدفعية على مناطق مكتظة بالسكان وبشكل عشوائي كمان كشفت الشهادات اللي تلقتها المنظمات الحقوقية أنه في غضون 40 دقيقة فقط تلقت ساحة سكنية مكتظة في بيت لاهية شمال غزة أكثر من 300 قصفة بالفسفور الأبيض في 15 نوفمبر 2023 كمان هناك تقارير وثقت في ابريل الماضي مستوى جديد مروع من القتل في قطاع غزه، ضحايا يبدو انه اجسادهم ذابت نتيجه للقصف الاسرائيلي للمنازل السكنيه وهذه الملاحظات دفعت المنظمات الحقوقيه للقول بانه يجب اطلاق تحقيق دولي في استخدام اسرائيلي المحتمل للاسلحه المحظوره دوليا بما فيها القنابل الفراغيه. القنابل الفراغيه دي نوع من المتفجرات بيحدث انفجار عالي الحراره والضغط بيولد قوه اندفاع عاليه جدا تصل الى مساحه كبيره على عكس المتفجرات التقليديه اللي بتعتمد على تفاعل كيميائي لاحداث الانفجار الاسلحه الحراريه او الثيرمال يعني بتعمل على اطلاق سحابه من جزيئات الوقود يتم اشعالها وبينتج عندها موجه انفجار شديده وقدر كبير هائل من الحراره يمكن ان تكون له اثار مدمره في الاماكن الضيقه واللي بيحصل في هذا النوع من القنابل انها بيحصل تفجير اولي بيوزع سحابه من الوقود عاده بيبقى وقود في صوره قطرات سائله او مسحوق ناعم على مساحه كبيره تختلط بالاكسجين في الهواء قبل التفجير ثم تحترق هذه السحابه بسرعه بما يخلق ضغط هائل وحراره بالغه الشده احنا بنتكلم عن 3000 درجه مئويه في هذه الحاله كمان خلي بالك انه بعد الانفجار ده ما بيحصل الموجه الى الخارج بيحصل فراغ هذا الفراغ بيعمل عمليه سحب للداخل وده ضغط مضاعف حاجه تشبه تاثير القنبله الهيدروجينيه ولكن على نطاق اقل وبدون اشعاع بس مصيبه برضه في صوره نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي للقوات الجويه الاسرائيليه تبين ذخيره محمله على احدى طائرات الهليكوبتر الاباتشي بتحتوي على شرائط حمراء بما يشير حسب شفرة الذخائر الامريكية انها كانت نسخة فراغية من صواريخ هيل فاير وبعد كده ازال الجيش الاسرائيلي الصورة بعد تصاعد الجدل حول احتمالية استخدام هذه القنابل في غزة نصل الى نهايه هذه الحلقه من برنامجكم بالمنطق نلقاكم باذن الله في الاسبوع القادم في نفس الموعد على شاشه القاهره الاخباريه عاصمه الخبر شكرا لكم والى اللقاء